السلام عليكم. النهاردة هنعمل صينية الأجنحة، هنعملها بطريقة حلوة وجميلة جدا، وهنعملها كمان على البوتاجاز من فوق. لو عايزين تعملوها في الفرن عادي خالص. صينية الأجنحة دي أنا بعمل جنبها رز بالشعرية وبلسان العصفور، بيكون طعمه حلو جدا. ولو عايزين تعملوا جنبها مكرونة ينفع برضو، وكمان لو عايزين تاكلوها بعيش كمان بتكون حلوة قوي. هتلاقوا طريقة الرز تحت الفيديو في الوصف. أول حاجة بنجيب الخلاط العادي ونحط فيه كوباية زبادي، وكمان نقطع 3 طماطميات ونضيفهم على الزبادي، وكمان هنضيف عليهم بصلة متوسطة أنا مقطعاها نصين، وكمان هنضيف فصين ثوم مفرومين، وهنعصر على المكونات دي نص ليمونة. وكمان هنضيف شوية كاتشب، وممكن منضيفوش كاتشب، وممكن نستبدل الكاتشب بصلصة الطماطم. وهنضيف كمان 2 معلقة خل أبيض وحوالي 2 كبار زيت. دلوقتي هنجيب طبق نحط فيه التوابل، معانا 2 صغيرين ملح ونص 2 معلقة فلفل أسود ونص 2 معلقة كركم ونص 2 معلقة كاري وكمان نص 2 معلقة كمون ونص 2 معلقة بابريكا وربع 2 معلقة شطة، وكمان معانا 2 معلقة من التوابل بتاعة اللحمة. أنا بستخدم التوابل دي في سلق اللحوم والفراخ. التوابل دي عبارة عن قرفة خشب وحبهان وقرنفل وورق لوري، بحطهم في مطحنة الخلاط واطحنهم مع بعضهم. هقلب التوابل مع بعضها وهضيفها على المكونات دي، هضيفهم على المكونات دي، وكمان هضيف على المكونات دي بعلبة الزبادي قدها بالظبط مية، نفس الكمية. بعد كده هخلط المكونات دي في الخلاط. دي الأجنحة، أنا شايلة الجزء الرفيع وسايبة الجزء التخين اللي بالشكل ده. هضيف على الأجنحة دي ورقة لورا بالشكل ده أو ورقتين، وكمان هضيف عليها الخليط اللي خلطناه في الخلاط، وكمان معايا 3 بطاطسيات او 3 حبات بطاطس متقطعين مكعبات كبيرة بالشكل ده. انا مقطعهم مكعبات كبيرة عشان على ما الفراخ تستوي البطاطس ما تتهريش مني، يعني كلهم يكونوا سوا واحد. هضيف البطاطس وأقلب المكونات دي مع بعض كده بالشكل ده. وفي إضافة أخيرة أنا نسيت أحطها، هي 1/2 معلقة سكر. هضيف السكر وأقلب المكونات دي كويس مع بعض. بعد كده هحط المكونات دي في صاج للفرن او في صينية واوزعها بالشكل ده. ومعايا اضافة اخيرة وهي برضو اختيارية، معايا فلفل رومي متقطع شرايح بالشكل ده وفلفل حراق، هوزعه على وش الصينية بالشكل ده. وحاول ادخل الفلفل شوية في الخليط اللي انا خلطته بالخلاط بالشكل ده عشان ياخد من التتبيلة بتاعة الفراخ. بعد كده هغطي الصاج بغطا واحطه على البوتاجاز على نار متوسطة يستوي.
هو كده استوى، شايفين شكله هو على البوتاجاز حلو جدا، وممكن يتاكل كده، وممكن ناخده ونحطه تحت الشواية لحد ما الوش بتاع الصاج ده يتشمع. وكمان شكل الأجنحة بتكون حلوة جدا لما بتتشمع وتحمر من فوق. وده شكلها النهائي بعد ما خرجتها من الفرن، شايفين شكلها حلو جدا وكمان ريحتها حلوة قوي. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، وهتعملوها بالطريقة دي دايما. الأجنحة دي ممكن تتاكل بعيش وممكن بمكرونة، بس أنا بعمل جنبها رز، بعمله بالشعرية وبلسان العصفور، بيكون حلو جدا ومناسب جدا للأكلة دي. هحط لكم طريقة الرز ده في الوصف تحت الفيديو، جربوه برضو هيعجبكم قوي. شايفين قد ايه الأجنحة شكلها حلو، وكمان البطاطس والصوص ده جميل جدا. أتمنى الوصفة تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.